السلام عليكم اعزائي متابعين قناه ربحك. عندنا لاول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده يا شباب هنعمل اثبات سحب جديد ب91 روبل لموقع استثمار روبل. افضل موقع استثمار، هو موقع فيه بعض مشاكل ناس كتير اشتكت منه، وانا عن نفسي عمل معايا صفال حسابي قبل كده، بس انا ربحت منه ارباح كويسه، عشان كده عدت الاستثمار في الموقع. والحمد لله الوديعه الاولى خلصت والوديعه الجديده اشتغلت، وهنعمل اثبات سحب 91 روبل. طريقه تسجيل شباب في الموقع من هنا، بنحط هنا الاسم والايميل والباسورد وعاده الباسورد، ونعمل تسجيل كده بقى نحسب في الموقع. هنيجي للدخول، تسجيل الدخول يا شباب نحط هنا الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع يا شباب من الداخل. عندي 91 روبل و20 سنت زي ما انتم شايفين، وانا حطيت 200 روبل وسحبت 486. وهنا الاحالات، ودي مكتسبات من الاحالات. وطبعا قلنا اول ما تخش على الموقع بتيجي من هنا كده يا شباب، بتحط الاعدادات بتاعتك، بتخش على الاعدادات اول شيء تعمله بعد ما تسجل في الموقع مباشرة، بتحط هنا رابط المحفظة بتاعتك وبتعمل حفظ. بعد كده يا شباب بتيجي على في مكافأة اعملها هنا اهو، تشترك في قناتهم بتاخد مكافأة 20 روبل، وغير مكافأة الفيديو اللي انت بتبعتها لهم من هنا. بنيجي بعد كده يا شباب من الايداع، من هنا تختار الوديعة اللي تناسبك يا شباب وتشتغل عليها. بتحط الوديعة وبتحط هنا المحفظة اللي انت هتشتغل عليها، وهنا بتحط المبلغ وتعمل ايداع. بيديك 200% لمدة 66 ساعة. بعد كده السحب يا شباب، هنخش على السحب ونعمل طلب سحب. هنخش هنا هنحط 91 روبل، هنختار البير وهنحط 91 روبل، وهنخش على محفظة الباير. ونيجي هنا هنلاقي اخر حاجة عندك 5 روبل و90 سنت، وهنعمل طلب سحب يا شباب. اهو يا شباب كده السحب تم. هنخش على الباير ونعمل ريفريش. اهو يا شباب 90 روبل و14 سنت بعد عمولة الباير اهو. وبكده يا شباب الموقع لحد الان صادق، واللي حابب يشتغل يشتغل على مسؤوليته، وانا زيكم، بس انا بقول لكم تجربتي مع الموقع. بعد كده يا شباب هنا الودائع بتاعتك، وهنا التوازن بالتاريخ يعني الارباح بالتاريخ. بعد كده يا شباب بتيجي لما تعمل فيديو، لو انت عندك قناة يوتيوب بتخش هنا وبتقدم لهم الفيديو. انتظر ثواني الموقع بيحمل بس. اه يا شباب بتدي لهم الفيديو اهوت، وبتحصل المفروض انك بتحصل على 60 روبل بس، المكافأة حسب ما بيشوفوها وبيدوك عليها الربح اللي انت ايه تستحقه بالنسبة لهم. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.